فهذه السيارة ما بين وبين. حتى الكربون فايبر فيها خير، ولكن بورش بكل صراحة ما بخلت عليها. هذا الزر في النص بيعطيك 20 ثانية شوف شو بيصير. شو هذا الزر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد 21 سنة من النجاح المستمر، رغم أن كثير من الناس شككوا بنجاح هذه السيارة، إلا أن شركة بورش أثبتت أنها واحدة من أفضل السيارات اللي قدمتها كسيارة عائلية بروح رياضية. بورش كيين عام 2023 حققت مبيعات أكثر من 1,250,000 نسخة عبر هال 21 سنة. اليوم معنا الكيين 2024، هل هذه السيارة جديدة بالكامل؟ لا، هذه السيارة بتحديثات منتصف العمر الفيس ليفت، ولكن بورش بكل صراحة ما بخلت عليها وقدمت كل ما توصلت إليه من تكنولوجيا بهذه السيارة الجميلة. كل سنة عن سنة الكيين عم بيكون أفضل، عم بيكون أحسن بالقيادة. وأهم تعديل صار على الكيين اللي معانا والنسخة اللي معانا إن عادت بمحرك كلنا نحبه. السيارة صارت أقوى ككيين اس من الطراز السابق. ليش؟ لأن الطراز السابق كان يجيك 6 سلندر، الآن السيارة صارت تجيك 8 سلندر. الطراز اللي معانا هو الكيين اس، المحرك 8 سلندر على شكل حرف V سعة 4 لتر توين توربو، بيطلع 474 حصان وعزم 600 نيوتن متر، واستغنت عن بعض الطرازات. مثلا الكيين حاليا ما عاد يتوفر بمحركات الديزل، فقط عم يتوفر بأربعة طرازات. الكيين القياسي 6 سلندر، بتكون 6 سلندر على شكل حرف V توين توربو 353 حصان والعزم 500 نيوتن متر. الكيين S اللي معانا 8 سلندر، وايضا في عندك طراز الهجين تم تحسينه وصار 470 حصان، وبتقدر تمشي على الوضعيه الكهربائيه لمسافه 90 كيلومتر، وخفضوا من وقت الشحن لان هم عارفين طراز الهجين بامكانك تشحن وانت عن طريق البلاك في اقل من ساعتين ونص ما عندك مشاكل. وعندنا الطراز الاقوى اللي هو تيربو جي تي اللي انا سبق وجربته، لازم تشوفوا التجربه وتشوفوا الطلاقه الصاروخيه للسياره بالكيين تيربو جي تي. السياره بتخدر راسك اول ما تدوس فيها. فهذه السياره ما بين وبين، لا هي 6 سلندر ولا هي اقوى طراز، بينهم. تاخذها استخدام يومي، صيانتها معقوله بالنسبه لسعر السياره والعلامه بورش، وبنفس الوقت فيها صوت طربي وانطلاقه قويه. اوكي كريم، شو تغير بالكيين 2024؟ اول شيء عندك صادم امامي مختلف، عم تشوفوا امامكم انتم بالصور مقارنه بين 24 الجيل المحدث وما قبل التحديث. شوف الفوارق بالصدمات الاماميه مثلا. ايضا اجى عليها ثلاث الوان جديده، واحد منهم اللي معانا اليوم اللي هو اللون الكحلي، في لون ازرق وفي لون اخضر اللي هو الزيتي الاخضر الغامق، ايضا كلون جديد. اضاءات السياره المحدثه الجديده بتقنيات بورشا ما اخر ما توصلت له من تقنيات ال دي. عندك انت بكل عدسه في 32,000 بكسل او نقطه، كل واحد بيتحرك بكيفه عشان يعطوك افضل اضاءه بالطريق. وايضا بتتغير الاضاءات هذه وكل بكسل لحاله خلال مده لا تتجاوز 60 جزء من الثانيه فقط، وعنده قدره تتغير بألف نمط مختلف، تخيلوا. والسيارة هاي الإضاءات مرتبطة مع الرادار، مع الكاميرات الموجودة بالسيارة بكل مكان عشان يكشف الشارع. حافظت على هويتها من ناحية ترتيب الإضاءة. عندك أنت الكشافات LED، حزمة الكربون فايبر موجودة على السيارة، شوف المبردات يمين يسار موجودين بشكل واضح، حساسات الكاميرا الأمامية موجودة أكيد على السيارة كمواصفات عديدة، يعني لا تخلو منها سيارات بورشة. الآن السيارة ستوفر بتصاميم جديدة بالنسبة للجنوط، ومقاسات تتراوح بين 20 إنش 21 إنش و 22 إنش نفس اللي معانا. السيارة بشكل عام صارت أخف ب 33 كيلو، أنا بتكلم عن طراز الكوبي اللي معانا لليوم. الكيين ما زال يتوفر بطراز السيوفي التقليدي، أما هذا شكله رياضي أكثر. فرامل موجودة على السيارة نظام فرامل عادية الستيل، بتقدر تطلب أنت الكربون سيراميك، ولكن هذا الشيء أكيد تدفع عليه فلوس أكثر. نظام التعليق عندك خيارين بالنسبه لنظام التعليق في البورش كيين، شو هم؟ نظام اساسي قياسي بيجي اللي هو نظام التعليق الحديدي مع نظام تخميد عن طريق الزيت من خلال نظام بورشا للتحكم بالتعليق النشط. اما الخيار الثاني نفس اللي معانا لليوم بيكون نظام تعليق هوائي، ايضا مطور مقارنه بالكان موجود على الكيين السابق. ثبات السياره بسبب نظام التعليق مش عادي، نظام الدفع الرباعي مش عادي. ثبات بورش حتى انه كيين أثبت من كثير سيارات رياضية سيدان أو حتى كوبيه.
مرايا كاربون فايبر مع اضاءات الموجوده عليها، وعندك انت الكاميرات اكيد عشان 360 درجه، السقف البانورامي الجميل جدا عملاق على السياره. طبعا انا معي المفتاح الاساسي التقليدي اللي هو بيكون لونه اسود، تمام، ولكن بامكانك تطلب انت لون المفتاح يكون نفس لون السياره. على بعض الناس تطلب لون المفتاح نفس لون الكاليبرز او ملاقة الفرامل، يعني هذا اسود هذا اسود، تمام. فانت بتقدر تطلب العديد من الاشياء لدى شركة بورش بشكل عام. 285 عرض الاطارات الامامية مقارنة ب 315 مقاس الاطارات الخلفية اعرض، فالسيارة فيها دوسة. السيارة صار عليها إضاءات محدثة بالخلف مع لون السموك الجميل جدا، بصمة البورشة البارزة، عندك مثل قطعة من الجناح جميلة، عندك أيضا جناح بالأعلى لون أسود لامع مع لون الكحلي، في دمج جميل، وعندك الكاربون فايبر كديفيوزر موجود بالأسفل، وطبعا الصادم الخلفي أيضا جديد بتحديثات الـ 24. طبعا معنا طراز الكوبي، فبيكون حجم الحمولة 625 لتر. النسخة العادية من الكيين تكون أكبر من ناحية حجم الحمولة ومساحات التخزين، توصل ل 770 لتر كحجم حمولة، وعندك بالداخل أزرار عشان تنزل السيارة من الخلف عشان التحميل وفراغ الحمولة أيضا عشان تسهل، ما تكون تضطر ترفع بشكل أكبر عشان تدخل الأغراض. عندك إطار احتياطي، يعني بكل ما تعنيه الكلمة معنى احتياطي، حاول لا تستخدم. ولو نركز في عندك كلمة بوز موجودة، شو هذا؟ هذا السبوفر الموجود محطوط عندك بالخلف بطريقة جميلة. المفروض طراز الكوبي يكون دخول له أصعب نوعا ما من طراز العادي، ولكن خلنا نجرب على طولي 187. بسم الله، عادي، يعني ما حسيت أني أنا لازم أنزل بشكل كبير. مسافة الرأس شوفوا في تجويف، مبين عليكم انكم بهاي الجهة عبود، تجويف هون مبين فوق راسي، اوكي في تجويف عشان ما يضرب الرأس. بصراحة البانوراما جميلة جدا بالسيارة، انا مضبط المقعد لان السائق في عندي مسافة كويسة، مسافة اسفل المقعد. طبعا مقاعد السيارة ما صار عليهم اي تعديل مقارنة بالجيل او ما قبل التحديث في الكيين. عندك انت اللمسات لون برونز جميل بالسيارة، جميلة جميلة مع الكاربون فايبر، حتى الكاربون فايبر فيها خيط لو تركزوا فيها اللي هي اللون البرونزي، هاي التفاصيل جميلة عن بورش. طبعا هذا الشيء اختياري، تطلبه ما تطلبه، تطلب على ذوقك انت شو حابب الاضافات. تكييف عندك موجود بالخلف مع تحكم منفصل، مدخلين للتايب سي، وعندك مدخل باور 12 فولت ايضا موجود. السيارة اربعة مقاعد اربعة ركاب، بالمنتصف ما في مكان لراكب، فالموضوع عندكم انتم، شوفوا اذا الوكيل عندكم تقدر تطلب ان يكون في بنش كامل ما يكون بهالطريقه بيكون افضل صراحه، بيلزم احيانا يركب راكب خامس. عندك مشابك تثبيت مقاعد اطفال ايزوفيكس موجوده على المقعدين، وعندك مسند مع حاملات اكواب. يا اخي المقابض هاي هويه البورش، وحتى الباب عاملينها بالكنتاره جميله جدا. للاسف بورش استغنت عن شيء جدا جميل اللي هو كان حركه المفتاح بتشغيل السياره، وخلته زر ما زال موجود على اليسار بس خلوه زر بدل طريقة المفتاح. أنا صراحة كنت أفضل طريقة المفتاح بشكل أكثر. شو تغير في الكيين 2024؟ شاشة منحنية مستمدة من التايكان، مقاس 12.6، هاي الشاشة الكترونية بالكامل بكل الأوقات، جميلة وواضحة، تقدر تتحكم فيها من خلال هذا الزر الموجود. أنت بالضغطة هذه تتحول بين أي شاشة، يعني حاليا أنا بتحكم في الهيد أب ديسبلاي، بضغط ضغطة بصير أتحكم بهذا، بغير المعلومات اللي فيها، ضغطة ثانية بصير أتحكم في النص، شايفين كيف طريقة العدادات اللي انت بدك إياها، بضغط ضغطة على كمان مرة ثانية بصير أتحكم بهذه الشاشة. عندك تايمر، عندك غير ذلك، عندك أوف رود إذا في حالة مفعل وضعية الأوف رود، عجلة القيادة أيضا عليها هذا اللمسات البرونزي مع طريقة البراغي جميلة جدا مثل سياراتها الرياضية، مغلف بالكنتارة، عندك هذا الزر لوضعيات القيادة، عندك انت الاوفرود، الاوفرود بيرفع السياره، بعدين عندك انت النورمال الوضعيه العاديه، سبورت الوضعيه الرياضيه، سبورت بلس اقوى اداء للسياره. نجي للشاشه الاساسيه 12.3 انش تعمل باللمس، هاي الصفحه الرئيسيه، عندك كل شيء، عندك ابل كار بلاي، اندرويد اوتو، بتقدر توصل تليفونك، اكيد في تطبيق لبورش، عندك انت انظمه مساعده اخرى من ناحيه تحذيرات صدمات اماميه، الحفاظ على المسار، تحذير من خروج المسار، التنبيه
اذا في انت اضاءات، كيف الموضوع الاضاءات الشارع بدك اياها متفاعله معك ولا لا، وموضوع التعب، معلومات الرحله، موضوع الراحه من ناحيه انت مقاعد السائق، وعندك ايضا موضوع الاضاءات الداخليه وفتحات التكييف مثل عم تشوفوا شكلها ايضا جميل، وعندك تحكم المكيف صار من هذه الشاشه الموجوده. انا بكل صراحه من تعليقاتي كانت البيانو بلاك اماكن اصابعك دائما بتبين على الشاشه ولا هون. عندك هون شاحن لاسلكي وعندك مداخل هون تايب سي، تمام. عندك مساحة تخزين، طب كيف صارت عندي هالمساحات التخزين العديدة هون؟ لأنه نقلوا الجير من هذا المكان إلى الأعلى، صارت نفس طريقة البورش تايكن بطريقة الجير بوكس مع الباركينج، أوكي. عندك هاي الكاميرات، عندك عدة أشياء، وتشوف كيف طريقة السيارة، تشوف الكاميرا الأمامية، تشوف الكاميرا الخلفية، فأنت بتختار على كيفك. السيارة ايضا جايب حزمة اسمها السبورت كورونا، بتقدر انت من خلال تشغل تايمر وتشوف عندك من خلال ايضا هاي الساعة تسوي لها ستارت، شوف اذا عندك لفة حلبة ولا غير ذلك، تمام. انت طيب، ايضا لاول مرة على الكاين بتوفر شاشة اضافية. طب وينها يا كريم الشاشة؟ هي انا مو شايفها، ولكن لمين؟ هي للمرافق الجانبي، معمولة بطريقة عليها مثل مخفي، أنا ما بقدر أشوف شو فيه. هناك في شاشة مقاس 10.9 إنش، هذه الشاشة للمرافق الجانبي، بيقدر أيضا بيتحكم بيشوف بيشغل، فما في داعي هم ليش عاملينها بهي الطريقة، وأنا ما بقدر أشوف عشان ما أتشتت كسائق سيارة أني أطلع هناك. أما هون أنت مدى الرؤية ومتعود تتعامل معها، بس هذيك لو كان طول الوقت واضحة أنت كسائق سيارة ما بتكون بالفترة الأولى متعود عليها، حتشتتك أثناء القيادة. هذا الزر اللي في النص بيعطيك 20 ثانية، شوف شو بصير. شو هذا الزر؟ شو بيسوي؟ هذا يا جماعة الخير، تعرف بالسيارات المعدلة في شيء بنسميه أنتي لاك، بيخلي التيربو دائما يكون جاهز ليعطيك أقصى أداء، بيخلي دائما في كمية هواء بنظام العادم موجود ونظام التيربو جاهزة لتعطيك أفضل انطلاقة، بيمنع اللاك باختصار. بيخلي كمية هواء أكثر، بيسكر الإكسترنال ويست جيت الموجودة في التيربوهات عشان تكون السيارة جاهزة للانطلاق في حالات الطوارئ. تضغط ضغطة بيعطيك تجاوب سريع. جير السيارة 8 سرعات أوتوماتيكي، ما تغير مقارنة بالجيل السابق، ولكن أكيد تم تعديله كسوفتوير عشان يتأقلم مع قوة المحرك اللي تعدلت والمحرك الجديد. تتسارع من صفر رمي الكاين اس خلال 4.7 أجزاء. السرعة قصوى بتوصل 273 كيلومتر في الساعة. طبعا من ناحية الأمان، شوف عندكم أنظمة المساعدة اللي تكلمنا عنها قبل شوي كثيرة بالسيارة، فرامل السيارة قوية، ثباتها ما شاء الله ممتاز، وسائد هوائية بكل مكان جوا السيارة، والأمان أولا وأخيرا أكيد بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن بورشة معروفة أيضا من ناحية الأمان والثبات والمواصفات أنه هي تعتبر من الشركات الكبيرة بهذا الموضوع. هذه كانت حلقة اليوم، تابعونا لكل شيء جديد في عالم السيارات، ونحو شعار الدائم للعالمية باسم عرب مع عرب جديد. سلام عليكم.